هذا رقم كبير جدا سيدة عسير، الآن ضمن أي خطط سيتم تسكين أو على الأقل تسكينهم بشكل مؤقت إلى حين إعادة أو عمليات إعادة الإعمار حتى تعود درنا إلى ما كانت عليه في السابق، يعني ضمن أي خطط سيتم تسكينهم الآن بشكل مؤقت هؤلاء النازحين؟ أكيد بالتأكيد الأرقام كبيرة طبعا، الأرقام أيضا متفاوتة عن العدد الذي كان موجود أصلا في درنا وفي المناطق المجاورة، يعني البعض يتحدث عن 200,000، البعض يتحدث عن 160,000 أو 150,000. طبعا الآن يعني مرحلة إيجاد مأوى ومرحلة بعد الانتهاء من عملية البحث والإنقاذ راح تكون مهمة كبيرة لفريق الأمم المتحدة طبعا بالتعاون مع السلطات الليبية. نعرف أنه اوريدي في هناك برامج من قبل السلطات الليبية ودعم قائم، يحتاج لا شك إلى تقييم أولي، ولكن طبعا كما تعلمين نحن نعمل كفريق أمم متحدة متكامل، لدينا منظمات، كل منظمة لديها اختصاص محدد، وطبعا كما تعلمين لقد قمنا بإصدار الدعم المطلوب أو الفلاش أبيل من مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية من ضمن الفريق لنقوم أو نبدأ بتركيز كل منا على الجهة المختصة بها، سواء من خلال الجانب الصحي أو جانب الحماية أو جانب الإيواء وغيرها. طيب فيما هي أبرز تحدياتكم الآن على الأرض وأي الجهات تنسقون معها في الداخل الليبي؟ التحديات طبعا الآن هي الوصول إلى المناطق لا شك، لصعوبة الوصول إليها. يعني احنا كمفوضية أمم المتحدة لشؤون اللاجئين نعمل مع هيئة الإغاثة الليبية، قمنا قبل أمس ب يعني محاولة إيصال بعض المواد إلى درنا، أخذتهم يوم كامل للوصول إلى درنا بسبب صعوبة الوصول وانهيار بعض الطرق. طبعا لا شك أن هناك كمان تقييم للواقع أو للوضع اللي داخل درنا. لا شك الوصول هي المشكلة الأكبر. فيما يتعلق بالتنسيق مع السلطات، نقوم يعني بالتنسيق كما تعلمين هناك لجان طوارئ تم تشكيلها في طرابلس وايضا في بنغازي، ونقوم في التنسيق مع جميع السلطات الموجوده على الارض في ليبيا. طيب سؤالي الاخير سيده عسير فيما يخص مساله الاحصاء، هل تختلف طبقا لكل كارثه عن غيرها؟ يعني في هذه الحاله من حدوث فيضانات وسيول، هل المساله تختلف عن اما كانت المشكله زلزال مثلا او كيف تتم المساله من الناحيه التقنيه والفنيه وباختصار لو سمحتي؟ طبعا تختلف اكيد، يعني فرق الانقاذ او يعني البروتوكولز للانقاذ والبحث يختلف من ازمه الى اخرى. الان نتحدث عن اشكاليه عن مشكله ايجاد الجثث التي قد تكون سحبتها المياه وجرفتها الى البحر، فبالتاكيد لا شك ان هناك في تختلف من أزمة إلى أخرى. نتمنى لكم كل التوفيق في هذه المهمة. كنت معنا من تونس السيدة عسير المضاعين، مديرة بعثة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في ليبيا.